إرادة عند دول كروسيا والصين الاستقلال عن هذا النظام إلى آخره، هذا فهذا يهمني كثيرا. وأنا أتذكر على أن الإنترنت بدأت بشيء، يعني بدأت كصدفة سواء في أمريكا أو في أوروبا، خصوصا في فرنسا، حيث كانت فرنسا ربما سابقة شيئا ما أمريكا في هذا الباب، حين كان ذاك المينيتيل، مينيتيل كان يعطى مع مشتركين في الهواتف، ويسمح ببعض المعلومات التي تدخل الإنسان من مقر سكنه، يعني يبحر ويبحث عن بعض المعلومات كالصيدليات أو كبعض الإدارات العمومية إلى آخره إلى آخره، بعض المعلومات. فكان هذا سبق يعني بالنسبة لفرنسا، لكن لم تستوظفه كما استوظفت أمريكا هذا الاختراع التكنولوجي لمشاركة كل الحاضرين في القاعة، يعني زملاء أساتذة وباحثين وربما صحفيين. أعطي الكلمة مباشرة للسيد الأستاذ عزيز باتيس. السؤال الأول هو لماذا الإلحاح من دول ديكتاتورية كروسيا والصين على انتقال حكامة الإنترنت إلى الأمم المتحدة مع تحفظ على مؤسسة الأمم المتحدة؟ توالدي بينكم، وشرفني كثيرا أنني أحد خريجي كلية الحقوق بالدار البيضاء أو المحمدية، فالفضاء لم يعد موجودا، وأظن أن هذه المساهمة المتواضعة هي شيء قليل في حق هذه المعلمة الأكاديمية التي تعلمنا منها كثيرا. هذه أول مناسبة أتناول في هذا الموضوع باللغة العربية، فرجاء إذا فتحت فاعلا وكسرت مفعولا فأعذروني واذكروني بخير عند السيدوي وزوجاني و عزيز باتيس، أستاذ باحث بالولايات المتحدة الأمريكية. النصيحة التي يمكن أن أقدمها للباحثين في المجال الرقمي هو أول شيء ضرورة التسلح باللغات، وكذلك ضرورة ضبط المسائل ذات الطابع التقني. وفوجئت اليوم بكلية الحقوق بالمحمدية الاهتمام المهني الراقي للطلبة الباحثين، وأظن أن إذا توفرت إرادة أكاديمية وكذلك تشجيع وتأطير من طرف الأساتذة الباحثين، وكذلك تعاون مع الأكاديميات وانفتاح على القطاع الخاص، أظن أن البحث الرقمي في المغرب سوف يكون بألف خير. وبالإضافة إلى ذلك، أظن أن على الطلبة الباحثين التحلي باللغات، السلاح الرقمي على مستوى آليات البحث، وضبط التواصل بين مختلف الفاعلين أو مختلف الباحثين على جميع المستويات، المستوى القانوني، المستوى التقني، المستوى الاقتصادي، الاجتماعي وما إلى ذلك. على الطالب والكلية المغربية أخذ المبادرة و لإدماج المغرب في جميع مكوناته بمؤسسات الحكامة، حكامة الإنترنت على المستوى الدولي. وشكرا. أيضا أستاذ سعيد المستشار الجزائري، يعني صعب الحال على التنظيم. شكرا موصول أيضا أستاذ عزيز على هذه المداخلة القيمة ومحاضرة جد متميزة. لكي لا أطيل عليكم، أولا التازي أنوار، طالب الصحافة الإجازة المهنية، الصحافة القانونية والاقتصادية. عندي هناك يعني مجموعة من النقاط، ليست تساؤلات وإنما نقاط أود أن أتقسمها مع سعيد خمري، منسق الإجازة المهنية للصحافة القانونية والاقتصادية. أنا فيما يخص الترسانة القانونية وبالعلاقة مع الفضاء الرقمي
يجب أن نسجل أنه مع دستور 2011 يعني حققنا تقدما على الأقل بالمقارنة مع النصوص الدستورية السابقة. يعني لا يمكن أن نتناول مسألة الفضاء الرقمي إلا بالعلاقة مع حرية الصحافة، حرية التعبير بصفة عامة. فصول 27 و28 يعني هي متقدمة، ولكن تفعيل هذه النصوص، تعلمون أن الدستور لا يتضمن سوى المبادئ العامة الكبرى، ويحيل مسألة التفصيل والتنظيم فيها إلى القوانين العادية أو القوانين التنظيمية. الآن نحن بصدد مدونة جديدة للنشر تتضمن 3 نصوص مهمة، ما يتعلق ب قانون الصحافة والنشر، وأيضا المجلس الوطني للصحافة، وأيضا القانون الأساسي أو النظام الأساسي للصحفي المهني. هي متطورة، ولكن يجب أن يعني أن ننتظر يعني تمرين ممارستها على أرض الواقع. حقيقة أن هناك مجموعة من الثغرات لا زالت تعتري هذه النصوص، وهذه بشهادة عدد من المهتمين وعدد من الباحثين، ولكن بالمقارنة البسيطة مع النصوص السابقة نعتبرها متقدمة. ننتظر تفعيلها على أرض الواقع، وهذا رهان المهنيين ورهان الفاعلين المعنيين بمجال الإعلام بصفة عامة والإعلام الإلكتروني بصفة خاصة. Maroc il a délégué la tâche de cybersécurité à plusieurs institutions, à l'administration de défense, notamment le Conseil stratégique de la sécurité de systèmes d'information, la DGCN. أمينة عقيدة، ما هو تقييمكم لندوة اليوم؟ الندوة ديال اليوم الصراحة كانت ندوة ناجحة، ومن بين الندوات الناجحة في الكلية. كان شرفنا فيها الأستاذ والباحث الكبير عزيز بيتيس، اللي صراحة أتحفنا بمعلومات جد جد قيمة حول عالم الانترنت أو المسمى عالم الشبكة العنكبوتية، بحيث أنه أسلط الضوء على مجموعة ديال المعلومات، منها ما كناش كنعرفوا الصراحة ما هو معنى الانترنت المعمق والانترنت المظلم، اللي الصراحة عطانا خبايا كثيرة عليه. وصراحة كنشكروا على هاد الزياره ديالته، وكنتمنى انها تجدد، في كون ان الانترنت ماشي شي حاجه اللي كتبقى جامده، هي في التطور، واكيد بالتطور ديالو بتطور المعلومات. وشكرا. صراحه كانت الندوه في مستوى، استفدنا مجموعه من المعلومات، ولقيت انا اجابه على مجموعه من الاسئله اللي كانت كطرح عندي. كنتمنوا يعني تعاودوا بحال هاد المبادرات اللي كتخلي الطلبه يعني ينفتحوا على مجالات اخرى، يستافدوا من معلومات اخرى ومن التجارب ديال الناس يعني كيقراو خارج الوطن. مثلا استاذ تيس يعني تقاسم معنا المعلومات اللي كيعرفها في هذا المجال، وشكرا.